قصي منير العبودي، لاعب منتخب وطني ومدرب حالي لنادي الديوانيه العراقي. موفق ان شاء الله. نادي الديوانيه. نعم. من هوايات فنيه، هوايات فنيه عندك شيء؟ والله هوايات فنيه يعني لا، تقدر تقول هي الرياضه. يعني الرياضه هي ماخذه وقتك. ماخذه وقتنا اكثر شيء. لذلك مهتم بهذا الجانب ومكرس يعني كل شغلك نعم. في الرياضه. نعم. اذا اهلا وسهلا كابتن سعيد. واهلا وسهلا بالاستاذ حسين. خلينا نروح على السؤال الثالث ونستمتع به. ايد ورا الظهر، ايد على الجنب. هي 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 هي، هذا سؤال سهل. يا الله مالكم هذا اخويا؟ يا الله مالكم؟ يا والله مالكم حتى انتم تعرفونه. يلا السؤال هذا الثالث ب 8 احتمالات. شو يقول؟ يقول اذكر 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 الألعاب والسباقات الرياضية هي الأعلى من حيث الجوائز عالميا. الأستاذ حسين يلا. اذكر الألعاب والسباقات الرياضية هي الأعلى من حيث الجوائز عالميا. تنس أعلى لعبة برأيي من حيث الجوائز. تنس. تنس. خلينا نشوف مجموع جوائز التنس. التنس صح.